يكون عندنا 3 فائزين، الفائز رح ياخذ كل واحد فيهم درع باسم الدار وشهادة تقديرية وجائزة نقدية، للأول 50,000، للثاني 30,000، للثالث 20,000، وثلاث دواوين رح تطبع وتوزع حساب الدار وتوزع وتشارك بالمعارض، ورح نقيم لهم أمسيات شعرية، يعني رح نتبناهم بشكل كامل حتى ينطلقوا وتتجدد عطاءاتهم ويضلوا ويمشوا بهذا الطريق. إنه مهرجان لافتتاح دار نشر والحفاوة بهذا الدار وانطلاق مسابقة شعرية للمواهب الشابة في سوريا. عادة لا يتم دعم الشعراء، بل تترك تلك المواهب تنمو وتترعرع لوحدها، ربما تقع وربما تكبو وربما تصعد، ولكن هنا عندما نمسك بأيدي هؤلاء الشباب ليصلوا إلى ما نصبوا إليه.